السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. طبابة مع نشوى السكري، حكون معكم أنا عبدالله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحد إلى الثاني ظهرا، وتقدروا تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. طبعا أرحب بأيضا المشاهدين، هذه الحلقة إن شاء الله حتكون مصورة وحتنزل أيضا على يوتيوب في قناة الإذاعة على اليوتيوب. موضوع حلقتنا لليوم أبرز التقنيات في علاج الأسنان بدون ألم. طبعا في هذا الموضوع اللي من عنوانه المطمئن إن شاء الله هنحاول نشوف وش هي فوبيا إبر البنج، وأيضا تأثير التكنولوجيا في علاج الأسنان والتهرب من العلاج بالمسكنات ومضادات الالتهاب، وأيضا يعني أنواع شخصيات المراجعين في عيادات الأسنان. ونستقبل أيضا آراءكم وسيلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. أرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور محمود بخاري، طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان. حياك الله دكتور محمود. يا هلا، كيف حالك؟ إيش أخبارك إن شاء الله؟ بخير وصحة وسلامة. إيش مسوي؟ والله أنا يعني بخير، وجاي شايفك اليوم جايب معك أغراض، وجايب يعني حيكون الحلقة من الجانب المصور، في عندنا الدكتور مجهز يعني ما شاء الله، أنا شايف إبر وشايف أشياء شوي تخوف، لكن إن شاء الله يعني في ناس ممكن يكون عندهم تحفظات ومخاوف من هذا الجانب، لكن إحنا إن شاء الله في حلقة اليوم وفي تواجدك معنا حنحاول يعني نقلل من هذه الفوبيا الموجودة. بداية مع فوبيا بنج أو إبر البنج، وش الطرق الحديثة للتقليل من ألام الحقن والتخدير؟ يعني مثل ما احنا عارفين إن إذا بنجيب حقن وتخدير المتعارف هي إبرة طويلة فيها اللي هو البنج، وحيكون فيها نوع من يعني الشخص يعاني، فكيف تكون هذه الإبر في الاستخدام؟ طيب خليني أقول إنه أنا موجود اليوم عشان أحول لك الطمأنينة، وأحول للمشاهدين والمستمعين إننا أحول لهم الخوف من طبيب الأسنان أو من عيادة الأسنان أو من الإبر اللي احنا بنستخدمها إلى طمأنينة. نعم. أنا موجود اليوم إن أنا أحول لكم هذا الموضوع إلى طمأنينة، وهذا الشيء واجبنا نحن كأطباء قبل ما نعالج إن أنا أخفف شوية الخوف اللي موجود عندك، وأخلي تجربتك كمراجع في العيادة هي تجربة أقل خوف فيها وأكثر ثقة. نعم. أيضا هو من الجانب النفسي، كل ما كان المراجع يعني أقل حدة وأقل وأكثر هدوء يعني يكون في نوع من يسهل عليكم الشغل. صحيح خاصة طبعا يعني داخل فمه، يعني الآن هو محتاج أن يكون مسترخي وعلى قدر عالي من الهدوء، يعني أي حركة غلط ممكن لا سمح الله يكون في شيء خاطئ غير محبب. تقريبا صحيح الكلام. خلينا أقول إنه هذا الموضوع أصبحوا كمان مو بس إنهم بيجوا أو يكونوا هادين، إن هم بيجونا زي ما حضرتك تفضلت مختلفين المراجعين من شخص للثاني، شخص يجيك متعاون، شخص يجيك مثقف، وأعشق المثقفين اللي هم بيقروا شوية عن الإجراء اللي هم حيجي يعملوه قبل ما يجون العيادة، وتقريبا أغلبنا صار كلهم قبل ما يجي العيادة بيقرأ هو إيش حيروح يعمل أو إيش الطبيب ممكن يعمله. في الفيلسوف أو في المعارض، هذا تعبكم إيه؟ في إن شاء الله بنفصل في جانب الشخصيات وش الأبرز وش اللي بيفيد، يعني سواء كان الشخص مثقف أو غير مثقف أو متعاون على وجه الخصوص. لكن في البداية في النقطة الأولى اللي هي الإبر والطرق البنج، فوش طرق البنج المتبعة لتخدير الجزئية المرادة علاجها؟ طيب خليني أبين وأوضح إنه الإبرة أصلاً نحن بناخدها مو عشان نتألم، إحنا بناخد الإبرة عشان أنا أخفف لك الألم وقت علاجي لك، وقت ما أنا بعمل لك الإجراء الطبي سواء كان حشوات سواء كان تلبيسات كوان سواء علاج عصب سواء جراحة، أي شيء من الأشياء اللي أنا بعمل لك هو من إجراء طبي داخل العيادة، وجود الإبرة إني أنا بعطيك هذه الإبرة هو أنا بخفف لك الألم وقت ما أنا بعمل هذا العلاج، فلا يكون فكرنا إنه هي مصدر الألم أو هي مصدر إزعاج. لو غيرنا فكرنا إنها هي ما هي مصدر إزعاج إلا إن هي مصدر يخفف الألم زي ما نحن نفكر في المسكن، فكده الأمور إن شاء الله إن هي أولا تزبط. جميل. طيب هذا واحد. اثنين، أصبح الآن في 2024 في حلول كثير لموضوع البنج،
أغلب الأطباء ما شاء الله صار قبل ما هو يعمل إجراء الطبي أو قبل ما يدي الإبرة بيحط زي مرهم بسيط مكان شكة الإبرة، وبعدين بيعطي إبرة البنج، وهذا المخدر هو بيكون مخدر موضعي وهذا غير الإبرة، بس هو بيخفف لك الألم وقت شكة الإبرة. نوع تاني موجود بيكون طبعا تحت إشراف استشاريين، اللي هو نيتروس أكسايد، الغاز اللي يسموه الغاز المضحك، اللي هو أنت بتستنشق غاز. هذا الموضوع بيعطيك فترة، بيعطيني فترة أقدر أشتغل فيها، وأنت بتكون إحساسك بالألم أقل بكثير. غير اللي جاي من تقنيات جديدة في عالم طب الأسنان، زي ما نحن حنفصل كثير في موضوع الليزر ودخوله على الخط، بأنه هو ينهي ويوقف كل هذه الأشياء بأفكار جديدة، كيف هو أنه يعمل انقباض للأوعية الدموية، وهذا الموضوع بيخلي إحساسك بالألم يقل كثير جدا. نعم، الآن ذكرت دكتور اللي هو الإبر، وفي الجانب الآخر اللي هو الغاز اللي يستخدم، فهذا يكون يعني لها حالات معينة مثل الغاز يعني ممكن يكون للأطفال ولا بناء على بعض الحالات؟ لا لا، هذا الموضوع ما هو فقط للأطفال، أطفال وكبار، في كبار أبدا صعب جدا أنه هو ممكن يعمل أي شيء بالإبرة. فنحن بنستخدم نيتروس أكسايد كحل بديل، هذا يعني الحل الأخير لو كان صعب جدا وفوبيا وما أبدا صعب أنه هو يعمل أي شيء، بنروح اللي هو التنويم الكامل، بيكون في المستشفيات وبنعمل له جميع إجراءات أسنانه، ما بتكون إجراء بسيط، بيكون إجراءات كثيرة، أسنانه محتاج إجراءات كثير، فنحن نخش إلى فكرة تنويم كامل وبنعالجها. ولكن هذا الموضوع أصبح الآن بمهارة الطبيب وبخبرة الأطباء أصبح يعني من النادر وقليل جدا أنه يكون طبيب أسنان بيعمل إجراء لكل ما يخص الأسنان في المستشفى. نعم، لكن في جزئية الخوف اللي تنتاب المريض، يعني خاصة مثلا الأطفال أو الأشخاص اللي يكونوا كبار لكن هذه تكون أول مرة، فأنت كطبيب أسنان كيف تقدر تحاول تمتص هذا الخوف وتخليه يسيطر على نفسه أكثر ويكون يعني متعاون؟ زي ما بقول لك، واجبي أن أنا أحول لك الخوف ده إلى طمأنينة. يعني أنا أسألك السؤال الآن، أنا لو شفتني في أي مكان هتخاف مني؟ لا، هو كشخصا لا طبعا. لو في أي مكان شفتني هتخاف مني؟ لا، ما بيكون في خوف. طب ليه تخاف مني وإحنا في العيادة؟ هذا لأن أنت معك زي ما نقول معك الأسلحة. طب أنا لو معايا الأسلحة، هل الإجراء الحديدي الآلة الحديدية دي تخوف؟ لو مسكتها أنت الآن تخوف؟ له أكيد طبعاً. هل الكربولة دي تخوف؟ هل هذه النيدلز أنت ممكن تمسك أشياء حادة في البيت وما تخاف منها؟ نعم. السؤال وهو موجود على فكرة ويدرس، إنه ممكن الناس بيخاف، هو يخاف من دكتور، أو يخاف من الأدوات الحادة. نعم. أو يخاف من الكرسي، أو يخاف من الجو العام للعيادة، أو التصور اللي انزرع فيه إذا كان مثلاً صغير، أو صحيح إن يكون يعني الدكتور الأسنان كمثابة عقاب لبعض. برافو عليك، برافو جدا على السؤال، طبيب الأسنان. برافو جدا على سؤالك. واحد من ضمن الأشياء اللي الخطأ جدا في الأبوين إنهم بيزرعوا ويخلونا نحن عقاب أولادنا أو أخواننا الصغار. سبحان الله، ليه عمره 3 و4 سنوات ويعني لمؤاخذة في الكلام ممكن يروح لحيوانات غير أليفة ويمسكها، وليه ما يخاف؟ ليه يروح لأسد ويمسكه؟ ليه يروح لمثلا لحيوان مثلا كلب شرس جدا ويمسكه ويلعب معه؟ ليه ما يخاف؟ ممكن هنا ما نزرع فيه اللي هو التصور الخاطئ، ما تهول الموضوع يعني كصورة مثلا الحيوان المفترس. حلو جدا. لذلك احنا بوضح انه ما ولدنا بخوف، انزرع فينا هذا الخوف وبدأنا نحن نخاف من الأماكن العالية، بدأنا نخاف من الحيوانات المفترسة، نخاف من الأشياء الحادة، نخاف من الأشياء اللي احنا مزروعة فينا، وإحنا بنصدر الخوف ده من عندنا بسبب اللي ما زرع فينا. هنا احنا أنا أثني على سؤالك وأقول واحدة من ضمن المشاكل والأخطاء الكبيرة اللي بيسووها الأبوين إنه بيحطون عقاب، إنه نحن إبرة العيادة أو إبرة الإبرة اللي بيستخدمها الدكتور، الأبوين بيحطون عقاب للأولاد. فهنا ممكن تصعب عليك شوي. الزيارة الأولى للطفل اللي عنده هذه المشكلة صعبة جدا بصراحة. يعني الزيارة
أنا دائما أحبذ إنه نحن ما نعمل أي إجراء بس نتعارف على بعض يعني سواء كان صغير أو كبير. يعني ممكن تكون أول زيارة زي ما نقول زيارة تمهيدية تعريفية بالأدوات. مزبوط. وفيك دكتور. مزبوط. نعم نكمل إن شاء الله لكن بعد الفاصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وأيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم وراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. ولا يزال فضيفتنا دكتور محمود بخاري طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام في عودة مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في عنوان حلقتنا لليوم أبرز التقنيات في علاج الأسنان بدون أمل. طبعا للتنويه هذه الحلقة حتكون إن شاء الله مصورة وحتنزل على حساب الإذاعة في السوشيال ميديا وأيضا في اليوتيوب. أيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم وراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. أجدد ترحيب بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمود بخاري طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان. حياك الله دكتور محمود. يا هلا يا هلا حبيب. الآن في قبل الفاصل تكلمنا بزي ما نقول بالبداية الهادئة الهدوء الذي يسبق العاصفة. إن شاء الله. أنا شايف المعدات الآن خلاص قلنا طلعناها إن شاء الله عشان نفصل فيها، فتكلمنا بشكل عن يعني أبرز الطرق استخدام التخدير سواء كانت من الإبر أو مثلا الغاز اللي ذكرت، يعني ولكل يعني لكل طريقة لها طريقة استخدام معينة وفي ظروف معينة. صحيح. الآن في جانب الأدوات اللي الآن موجودة علينا على الطاولة، يعني المستمعين إن شاء الله يقدروا يشوفوا هذه إذا نزلت الحلقة. هذا خوش. لا هذه ممكن أنا عشان أعرفها، فهذه المراية. مراية. هل المراية اللي بتشوفوها في العيادة عند الدكتور فيها أي خوف؟ هذه ما منها. طيب ماشي. هل هذا الملقاط يخوف؟ هذا الملقاط يعني احنا بنشيل بيه احيانا، بنستخدم في البيت اشياء، بنشوي، بنعمل اي شيء، ما يخوف صح؟ لا. طب هذه كده واحده من الاشياء المهمه اللي احنا بنستخدمها. نيجي لهذا الشيء، هذا عباره عن بروب. يعني ايش المخيف في هذا الشيء؟ المخيف هو اللي انت ممكن استخدامه حاده، انه هو حاجه حاده. طب انت احيانا بتمسك سكينه حاده جدا. نعم. طيب هذه هي أدوات الأسنان اللي تكون موجودة. لو أنت شفتها الآن بالمنظر اللي أنا بتكلم فيه، هل الآن هي أشياء مخيفة؟ الواضح علينا إن شاء الله ما منها خوف. هذا الموضوع هذا اللي أنا أوضحه، هذه ما هي أشياء مخيفة. علينا إن إحنا نفهم إنه الدكتور عشان يكشف ويعطيني أحسن إجراء طبي المفروض إنه هو يستخدم هذه الأدوات، وما هي أدوات مخيفة أو مرعبة أو ممكن تعمل لي حاجة قوية جدا وجارحة جدا. يعني الآن هذا ممكن زي ما نقول إذا جاك المراجع في العيادة هذه تكون التمهيد. مظبوط. هذا دايجنوستيك ست. هذا دايجنوستيك ست. المفروض أي مراجع حيجي المفروض في أي عيادة في العالم لازم الطبيب يكون عند قدامه هذه الثلاثة الأشياء ويبدأ يكشف بيها على فم المريض وأسنانه وإيش المشاكل اللي هي موجودة عنده. فهل هذه مخيفة؟ للآن هذه ما هي مخيفة، لكن اللي جنبها. طيب. إيه. طيب. هذه الآن اللي هي هذه الإبرة. هذه الإبرة. هذه الإبرة اللي أنتوا برضو خايفين منها، إجراء يعني حديدة بس مجرد إني أنا عشان أعرف أوصل فيها طولها، هذا هل هي دحين نفس الطول اللي أنت بتشوفه في العيادة؟ لا. لا طبعا. طيب أنا عشان أوصل المادة اللي بتسكن لك الألم أنا لازم ححط هذه المادة، بحطها في المكان دافع عشان كده. نعم. أخلق لها مساحة، وعشان أخلق لها هذه المساحة لازم أستخدم هذه المادة وبحطها هنا، فكده بتطول شوي. نعم. طيب عشان أقدر أوصل للمكان اللي أنا بسكن فيه الألم فلازم أستخدم نيدل، أو يعني بالعربي حقول زي الشكاكة مثلا، فعشان أقدر أوصل فيه للعصب اللي أنا مو شايفه، اللي هي يعني رأس الإبرة. اللي هو رأس الإبرة. أنت حتكون أخذ مخدر موضعي مكان ما أنا بشكها، وبكل خفة يد إحنا يعني حتتسكن الألم للإجراء الطبي اللي أنا بعمله، وبكذا الموضوع صار خفيف جدا وبسيط جدا وما في له أي مشاكل. هل هذا مخيف؟ هذا إن شاء الله ما يمخيف، لكن الجزئية الأخيرة اللي هو طيب الحفار. الجزئية الأخيرة اللي هي الحفار. هذا الحفار من يوم ما حبدأ أستخدمه أكيد أنت حتكون مسكن، تقريبا حتكون مسكن، إلا لو كان التسوس سطحي فإحنا ممكن ما نستخدم المسكن الألم. المزعج فيه هو الصوت والارتجاج اللي في المخ اللي هو بيعمل لك هو يعني وقت ما مجرد إحساس بس ما هو إحساس زي ما نقول داخلي. مزبوط. إحساس ارتجاج بحكم في الجمجمة. مزبوط. فأنت مجرد بس بتحس فيها بس أنت ما تحس فيها فعليا. لو حنعرف أنه إحنا أهملنا وبسبب إهمالنا هذا
وصلنا ان احنا بنستخدم عند الدكتور هذه الاجراءات، فما عمره حاجي ما في مريض ممكن يجيني العياده وهو كان معتني اعتناء كويس وحستخدم له كل الاجراءات دي او كل الادوات دي اذا هو معتني. بس لانك انت اهملت فانت لازم عقاب الاهمال انه انت لازم تجي نقول علاج الاهمال عشان لا يكون فينا من الخوف. يعني ما في خوف، احنا ما دي بنقول ان احنا خوف، اذا انت اخترت الطبيب الكويس اللي بيحول زي ما قلت خوفك الى طمانينه فانا نتكلم على خوف. اذا عرفت تختار الطبيب الكويس وليس العرض الكويس وليس الأوفر الرخيص. احنا انا بقول الطبيب، وياريت يكون عندك طبيب مو 10 اطباء للاجراء الواحد. نعم، لان الاسنان يعني هي زي ما نقول انت تحتاج حرفيه. حرفيه صحيح. هو كده يعني لازم العلم يكون موجود والتمرس صحيح. لكن الحرفيه هي الاهم، يعني خفه اليد صحيح. يعني سهوله الدخول والطلوع صحيح. استخراج مثلا العصب والى اخر الاجراءات عشان المريض ما يكون فيه مضاعفات او صحيح. مثلا لا سمح الله الابر، يعني الابر مثل ما شفنا الان ممكن يوصل لها طول معين مزبوط. ممكن لا قدر الله توصل للاخير، توصل لعصب ويكون في بعض المضاعفات، يعني لا سمح الله بنقول، ولكن تقريبا ما عمري سمعت او شفت هذا الشيء زي ده الا في النادر، يعني يعني ممكن مره في المليون. نعم، الان في جانب المراحل التدهور اللي توصلك لاستخدام هذه الاجراءات المطروحه الان على الطاوله، فممكن تشرح لنا وش مراحل تدهور الاسنان وطرق العلاج؟ نحن عندنا روتين يومي المفروض وعنايه يوميه باسناننا وبفمنا عامه. لو نحن مستخدمين العنايه او الروتين ده بشكل يومي اتوقع ان نحن نوصل الى مراحل التسوس، وهو يعتبر نسبته اكثر من 95%. نسبة التسوس بتزيد حسب إحصائيات وزارة الصحة عندنا هنا في السعودية. ليش؟ على قد ما عندنا توعية كبيرة وقوية جدا في موضوع التسوس وعيادات الأسنان، على قد ما لسه عندنا عدم الاعتناء والإهمال في هذا الموضوع، على قد ما أنا بشكر كمان المدارس اللي هم الأطفال بيكبروا بيوعوهم التوعية لاستخدام فرشة الأسنان والمعجون من هم صغار. التدهور بيبدأ بأنه أنت يكون عندك تسوس بسيط، تسوس صغير. لو أنت اعتنيت بالتسوس ده ما حيكبر. طب أنت كل ما كبر التسوس أكبر، كل ما أنت بدأت تتكلف أكثر للحل اللي ممكن يستخدمه طبيب الأسنان، كل ما أنت أخذت وقت في العلاج، مرة ممكن يكون جلسة، ممكن يكون جلستين، ممكن يكون أكثر، هذا الموضوع بيزيد كل ما نحن أهملنا في العناية بأسناننا وكانت أسناننا أغلبها تسوست. ممتاز، يعني الآن لو بنيجي نصنف مراحل التسوس هي كم بتكون مراحل؟ بالسايزز أو بالمقاسات، أنه تسوس بسيط جدا، تسوس أكبر، تسوس عميق جدا. يعني مثلا يكون سطحي داخلي وبعدها يوصل للجذور. لو وصل للجذور فزي ما قلت لك تضيق الدنيا، تدخل في تضيق الدنيا بمرحبة، حنوصل إلى موضوع علاج عصب. على فكرة بعد هذا كله ستيل في ناس عندهم فكرة أنه ما يروح عيادة أسنان، أنه يأخذ مسكن وانتهى. يا دكتور ناخذ جرونفل ونحطه وانتهى، يا دكتور ناخذ اي مسكن، اكتب لي اي مسكن وناخذه وانتهى. طب الحل زمان كان نحن نسكن الام اسناننا بمسكنات، لكن اذا الحل الموجود ان انت تروح لعياده اسنان وتحل المشكله دي بدل ما تقعد تاخذ مسكنات 5-6 اسبوع وبرضك حتروح لعياده اسنان، يعني هو انت جاي ما فيها كلام. فمن البداية لا تروح لحلول المسكنات وروح لحل انك انت تعالج هذه المشكلة. هو ممكن مرات يعني على طار المسكنات ممكن الواحد يستخدمها من باب الجهل، يعني يحسب انه ممكن آلام بسيطة بتعامل معها زي الصداع. يا سلام، هو متعامل معها زي كده، لكن مثل ما ذكرت اذا انت ما بتروح من بدري فهيكون التدهور يوصل للأعماق، وإذا وصل للجذور ممكن حالتها في علاج أنك تشيل السن كامل. والله يعني أنا أعتذر للشخص اللي أنا بذكر حالته، أنا ما حنقول أسماء، ولكن جاني مريض أمس تقريبا ما عنده تقريبا حيكون ما عنده ولا سن، يعني بعد ما شفته عمره صغير جدا. أتوقع أنه هو الحله أن أنا أخلع كل أسنان منه. تخيل هذا يعني هذا إهمال وعمره 29 سنة.
نكمل إن شاء الله لكن بعد الفاصل أيضا يعني بنفصل في جانب التسوسات بالصوت والصورة أيضا. لكن فاصل المستمعين الكرام، ولا يزال في ضيافتنا دكتور محمود بخاري طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان، وأيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم وراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. فاصل وراجعين. عودة مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في الحديث على أبرز التقنيات في علاج الأسنان بدون ألم، وأيضا نستقبل أسئلتكم وراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. أجدد ترحيب ضيف حلقتنا اليوم دكتور محمود بخاري طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان، حياك الله دكتور محمود. الآن في قبل الفاصل تكلمنا في ممكن أبرز أو أبرز الأدوات المستخدمة، وين يعني هي نفس الأدوات هي ما منها خوف، لكن ممكن الإجراء هو اللي يخوف، وأيضا أنت كطبيب أسنان أنت شخص زي ما نقول شخص عادي وأدوات عادية، فالمفترض أن الواحد ما يكون خوف، أو أن مثلا دكتور الأسنان بالنسبة للأطفال ما يكون أشبه بالعقاب. وأيضا درجنا في جانب التسوس الأسنان في إكمالا لحديث التسوس، يعني أنا شايف الآن المجسم للأسنان يعني ما شاء الله في حالة من التدهور، فممكن تشرح لنا كيف يكون تدهور الأسنان وإيش اللي ممكن يوصل لتسوس الأسنان؟ أول حاجة، أكثر حاجتين أنا بكرهها كطبيب أسنان بتبدأ تعمل لي تسوسات للأسنان أكل يعني معين نهمله، يعني ما حكرها الأكل ولكن أكره أن احنا ناكله وما نستخدم الروتين اليومي، الشيبسي وأي حاجة فيها جبنة، هذه الأشياء فيها فتات صغير، الفتات الصغير ده بيروح في أماكن معينة ما بين الأسنان، تنام 8 ساعات قادرة البكتيريا النافعة اللي في الفم تتحول إلى بكتيريا ضارة تفرز مواد، المواد اللي بتفرزها هي اللي بتعمل بتاكل أو تنخر في السن. على فكرة أقوى نسيج موجود في جسمنا هو نسيج الأسنان، أقوى من أي شيء موجود في جسمك هو نسيج أقوى الأسنان. من العظام يعني. أقوى من العظم، إنه ينخر بالطريقة دي ويصير هش هذا معناه أحتاج إلى إهمال كبير جدا. كنت بقول إنه 8 ساعات اللي أنت بتنامها بشكل يومي من غير ما أنت تستخدم الغسول قبل ما تنام وتفرش أسنانك قبل ما تنام كفيلة إنه إحنا بشكل يومي إنه البكتيريا تتحول إلى بكتيريا ضارة ويبدأ ينخر في الأسنان. بعد ما نحن نزيد من إهمالنا يزيد التسوس ده يكبر أكثر، هنا أنا زي ما بقول لك كل ما بنهمل أكثر كل ما أنت صعبت علي الحلول، كل ما أنت كلفك هذا الموضوع كثير، كلفك وقت كلفك وقت كلفك مجهود كلفك مال كلفك كل هذا، والحل انك انت تفرش اسنانك وتعمل والعنايه احنا بنتكلم ان شاء الله في جانب العنايه بشكل ممكن مفصل في نهايه الحلقه. لكن الان على هذا المجسم اللي انا متشوق اني اشوف وش اللي بداخله وش المراحل اللي بداخله، انه هو كان تسوس بسيط صغير جدا عباره عن نقطه اهملنا هذا الضرس اللي هو أيوه. من فوق الضرس ايوه سواء كان التسوس هنا على السطح كان من الجوانب كان التسوس في اي مكان كان بسيط صغير جدا، أهملنا كبر أكثر، أهملنا صار في أماكن متعددة مختلفة ما بين الأسنان، أهملنا وصل إلى أنه أكل في السن كامل إلى أن يوصل أنه هو يوصل للعصب، هذا العصب المفروض يكون لونه أحمر اللي هو فيه دم، أنه هو يوصل باللون هذا معناه العصب ده اللي حصل فيه أنه وصلت للبكتيريا والآن حيبدأ يلتهب ويبدأ يكون لي رد فعل، رد الفعل هذا هو الخراج اللي بيكون أسمن السن. لكن المراحل هذه هل هي يعني يحتاج الواحد فترة طويلة أيوة لين ما التسوس يوصل لمثلاً طبعاً يعني يحتاج يعني نتكلم أحياناً عن شهور كثيرة أو سنين، وهذا الموضوع بيختلف من شخص للثاني على حسب اللعاب على حسب إهماله على حسب إن هو استخدام الروتين، لأنه أحياناً الإهمال إنه هو بيأكل أكل عادي ولكن ما يفرش أسنانه، أو إنه هو بيستخدم أو استخدامه للروتين كان استخدام خاطئ. الآن ذكرت الأبرز اللي تسبب التسوس اللي هو مثلاً الشبسات، مو يعني إهمالنا هو اللي يسويه، هو الإهمال هذا هو الأبرز أيوه. لكن المحفزات أو المسرع أيوه. مثل ما ذكرت اللي هو شبسات الجبن وش بعد؟ اي شيبس اي شيبس اي جبنه هي عشان اي فتات انها تعلق بين الاسنان مزبوط ويسيبها الشخص
وما تخرج، وتتحول البكتيريا النافعة لفمنا إلى بكتيريا ضارة بوجود شيء محفز زي ده خلال 8 ساعات نوم أنت بتنامه، أو يعني كفيلة 6 إلى 8 ساعات أنها تتحول بتفرز مواد بتسبب لك التسوسات هذه. ممتاز. الآن قبل لا نطلع الفاصل، يعني الآن عندنا تكنولوجيا، التكنولوجيا بشكل عام في سواء في مجال طب الأسنان أو في الطب بشكل عام يعني تتطور كل يوم ويطلع لنا تقنيات كثير. مزبوط. فبالحديث يعني عن تقنيات علاج الأسنان، وش التقنيات الأبرز اللي ساهمت بشكل كبير سواء مثلا في علاج التسوسات أو في العلاجات الجمالية مثلا من التقويم وغيرها، فوش أبرزها؟ خلينا أقول آخر شيء أنت بدأته، التقويم. ما شاء الله تبارك الله أسنانك صلاة عليك. لا الحمد لله أموري طيبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. التقويم تحول من تقويم بالأسلاك ومزعج ومؤلم وما تعرف تأكل وما تعرف تأخذ راحتك في الأكل، ما تعرف تتصور للناس اللي أصلا ما هم حابين أن يكونوا في حديد في فمهم. مزعج أن الطبيب ممكن ما تلاقيه، الموعد اللي أنت تأخذه تكون مسافر. أتحول كل ده إلى التقويم الشفاف اللي هو بأخذ طبعة أسنانك عندي على جهاز، وما يحتاج أن أنا أشوفك بكل شهر، أنا ممكن بالطبعة دي قاعد أشوف تدرج علاجك من أول شهر إلى آخر يوم للعلاج، سواء كان سنة أو سنتين أو أكثر. أيضا هذه التقنية تعطيك في البداية تعطيك تصور إن كيف صحيح. أسنانك الحالية وكيف إن شاء الله بتوصل للنتيجة إذا طبعا التزمت مثلا في جانب تقويم الشفاف اللي هو القوالب. مزبوط. إذا التزمت فيها إن شاء الله هذه النتيجة. عجبني جدا إنك أنت ما شاء الله أنا ممكن الله. عشان أنا اللي جربت ما شاء الله عجبني جدا فمحدثك من تجربة ما شاء الله. فيعني خليني أقول بس لك أنا السؤال معلش تفضل. أنت الآن جربت أكيد في حواليك أحد عند عامل تقويم اللي هو التقويم اللي هو بالمثل الحديد. أنا شفتي إيش شايف الفرق؟ الفرق يعني أنا شفت اللي حولي يعني من سواء من أصحاب أو من أهل يعني تقويم الحديد هو مشاكل كثير والكل عارف يعني سواء كانت من الفترة من التكلفة من اللي هو مشاكل التنظيف من مشاكل يعني وانت سولف يعني تشوف الواحد شفايف كده يحاول يطبق فم بطريقة صحيح. غريبة صحيح. لكن في المقابل يعني التقويم الشفاف شيء جميل، انت تقدر تفكه متى ما ودك وتركبه في الوقت اللي يعجبك، لكن طبعا انت تلتزم بعدد ساعات معين. صحيح. فهو يعني انا اشوف هو مو ترويج لهذا المنتج، لكن هذه التقنيه تقنيه ممتازه جدا. يعني هو ممكن يكون لها بعض السلبيات لاشخاص طبعا لها سلبيات. لكن ايجابيات ممكن تطغى على الجانب الاخر اللي هو التقويم الثابت. خلينا اقول انه التقويم الثابت او التقويم الحديد ما هو سيء عشان احنا ما بنظلم، لا اكيد هو يعني في حالات ما حينفع معها التقويم الشفاف، لازم يكون التقويم الحديد، وهو تقويم موجود وبيعمل وبياخذ به في جميع العالم، ولكن احنا بنتكلم عن الجديد. والجديد ما هو جديد الان، هو جديد له سنين كبيرة وأصبح متمرس عند أغلب العيادات، وأطباء صاروا ماهرين جدا في هذا الموضوع، فصرنا نشوف الإيجابيات المختلفة ما بين التقويم الحديدي أو التقويم الشفاف كبيرة جدا. عشان كده احنا اليوم بنتكلم عن التقويم الشفاف. واحدة من التقنيات سريعا كمان لازم أمرر لك هي الميكروسكوب. نعم. والليزر، هذول الحاجتين احنا ممكن نفصلهم لو حابب نفصلها ان شاء الله، لكن استاذنك واستاذن المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل نفصل في هذه الجزئيه من التقنيات. يعني هو باب كبير من مجال التقنيات، لكن احنا بنحاول يعني ناخذ محتاج حلقات لكن احنا بناخذ من كل بحر قطره. مزبوط. وان شاء الله نفيد في هذا الجانب. فاصل المستمعين الكرام، ولا يزال في ضيافتنا دكتور محمود بخاري طبيب اسنان واخصائي تركيبات اسنان. ايضا اللي حاب يشاركنا سلت على واتساب الاذاعه 055-66-89-01. فاصل وراجع. اليوم أبرز التقنيات في علاج الأسنان بدون ألم. أيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01، ولا يزال في ضيفتنا دكتور محمود بخاري طبيب أسنان وخصائي تركيبات أسنان. حياك الله دكتور محمود. يا هلا الله حيك. الآن في قبل الفاصل استوقفنا في النقطة الأولى من أبرز التقنيات في مجال الأسنان اللي ممكن سهلت على المريض وأيضا ممكن تسهل عليكم كأطباء معالجين في مجال الأسنان. في تقويم الأسنان تكلمنا أنه يعني بيكون سهل للمريض وأيضا سهل للدكتور أن مثلا يراجع مع المريض ويكون على اطلاع بشكل تام، وأيضا النتيجة أنها تكون زي ما نقول في تصور سواء لقبل وبعد وأنها تناسب المريض في هذا الجانب. الآن في الجزئية الأخرى والتقنية الأخرى اللي هي تقنية الليزر،
فهذه التقنية، وش هي هذه التقنية وإيش تفيد في علاج الأسنان؟ لما نسمع كلمة ليزر نحس إن إحنا الليزر ده خاص بالعيون، ليزر خاص بالجلدية والتجميل وإزالة الشعر. هذا الموضوع الليزر بيروح لهذا الفكر. طب حتحس إنه أو المستمعين أو المشاهدين حيشوفوا إيش دخل الليزر في تخصصات إيش العلاقة في طبكم أنتوا ضمن الأسنان؟ الحمد لله إنه إحنا عندنا الأطباء أو المهندسين المخترعين للليزر في عالم طب الأسنان، جابوا لنا جهاز قادرين به إن إحنا نعالج من غير ألم، نعالج من غير نزيف أو نزيف أقل، نعالج من غير بنج، يعني نبعد كل هذه الأشياء اللي أنت شايفها ومخيفة وما أنت حاببها. ما حنقول كل الإجراءات الطبية في عيادة الأسنان، ولكن أكثر الإجراءات المتعبة واللي بتسبب لنا ألم واللي ما ممكن نروح بما بنروح عيادات أسنان بسببها، وأولها التسوس وإجراءات اللثة ومشاكل اللثة والتهابات اللثة وحساسية اللثة وقص اللثة. هذا أكثر أشياء بنشوفها في عيادات وفيها نزيف كبير جدا. فبالليزر أنا سميته الليزر المائي. ليش سميته الليزر المائي؟ لأنه هو عبارة عن إشعاع بيخرج من الأداة وبيخرج معها موية، فالمراجع بيشوف لون الإشعاع وبيشوف الموية اللي بتخرج، فسميته الليزر المائي. جميل، حاجة بسيطة جدا نحسسك أنه أنا بتعالج بالموية. نعم، بس أنت ذكرت الآن العلاج بدون ألم، فالمرتبط مع الليزر إن المفترض يكون فيه حرب، لا 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 ألم، لا لا، فهي يعني التقنية ما تكون مؤلمة أبدا أبدا أبدا، لدرجة إن أنا لو هقول لك افتح يدك كده شايف الأنسجة والعروق اللي موجودة هنا، أنا حاخذ الجهاز وأسلطه على يدك. المفروض لو أنت أتألمت ولو بنسبة 0.25% حتتألم بنسبة 100% في أسنانك، فأنا حجرب حقول لك افتح يدك، حسلط الليزر على يدك، حتحس إنه ما في ألم أبدا. طب تخيل نسيج قوي زي ما قلنا، أقوى من العظم، أقوى من أي شيء موجود في جسم الإنسان اللي هو نسيج الأسنان، كيف أنت ممكن تتألم؟ مستحيل تتألم. ممتاز. أوكي. لكن الآن في خيارات استخدام هذه التقنية، تستخدمونها فقط في علاج الأسنان ولا يكون لها في نوع مثلا من الاستخدامات؟ أكثر الاستخدامات اللي قاعدين نستخدمها الآن عندنا في العيادة اللي هي إزالة تسوس. أغلب التسوسات بتكون سطحية زي كده، فهذه التسوسات الصغيرة قادرين بيها أن احنا نشيل التسوس ده من غير ما نحن ندي أي بنج، وبنستخدمها بالليزر. بنعمل قص للثة، شايف اللثة الحمراء هذه؟ أحيانا إحنا بالذات الناس اللي يكونوا مركبين تقويم، ما بعد التقويم يكون في اختلاف في شكل اللثة، فعشان أنا صار في أماكن مظبوط، فأنا عشان أرسمها برسمة صحيحة. زمان كنا بنستخدم أداة زي المشرط، الآن نحن بنستخدم الليزر وإنت ما بتحس بأي ألم ولا في، يعني ما بقول نقطة دم، في شوية كم نقطة هذا شيء يعني بديهي. المقارن بالليزر هذا الكلام كله ما هو فيه، ما في ألم. ما بعد الجلسة أنا حتى بنادول ما بعطي، ما بعد الجلسة المفروض تكون فيه مسكنات للجلسة، أنا ما بعطي أي مسكنات. فأنا معايا جهاز بستغل بي بزلك التسوس، بقص لك اللثة، بعمل لك بعمل دي بيجمنتيشن اللي هي التصبغات اللي موجودة على اللثة. الأشخاص المدخنين أو على حسب حاجات كتير بتتصبغ اللثة بلونها بيختلف. أنا قادر أشيلها زي ما بقشر البرتقالة بالضبط بجهاز الليزر، من غير ألم، من غير بنج، بنزيف أقل. جميل. أقوى وأكبر الأشياء اللي إحنا كن يعني الآن ما أدري شكله هو الموضوع ترند بسبب إنه أغلب الناس ركبوا عدسات زمان قبل 15 سنة وحابين يغيروها، فصعب يروحوا يغيرها، وعشان يغيرها عشان يفكها بياخد بنج وبيستخدموا أداة أشبه زي المطرقة عشان يفك العدسة من مكانها. أنا ممكن أفك لك العدسة وأعطيك هي سليمة من غير ألم، من غير بنج، بخلال يمكن 10 أقل من 10 إلى 12 ثانية أفك العدسة وأعطيك هي سليمة، وأفك كل العدسات اللي أنت مركبها وأعطيك هي سليمة. لو أنت حابب تغيرها في أي مكان، سواء في المكان اللي العيادة اللي عنده الجهاز أو في أي عند أي طبيب. هذا لوحده اختراع طبعا.
لا التقنية هذه من الواضح أنك مريحتك كثير ومريحة بعض المراجعين. مريح المراجع، تجربة المريض كده حتكون تجربة بسيطة سهلة ما فيها أي إزعاج، وهو ما نحن نصبه إليه، نصبه إلى أنك أنت يكون عندك عيادتك أو طبيبك اللي هو زي ما بقول دائما اللي قادر يحول لك خوفك إلى طمأنينة. نعم، لكن هذه التقنية الآن هي موجودة في أغلب العيادات، مثل يعني هذه الأدوات اللي أنت جايبها معك في الاستوديو، يعني هذه المفترض أنها موجودة، لكن تقنية الأدوات موجودة، الجهاز صعب جدا، الجهاز غالي جدا، متوفر. غالي غالي جدا بسبب الغالي، غالي جدا يعني جديد، فيعني غالي غالي غلو مو طبيعي، فمو أي عيادة. لكن إذا لقيت عيادة فيها هذا الجهاز يعني يفضل أنك غير غلوها الجهاز ممكن يحصل عليه، ولكن كمان ممارسة الطبيب والطبيب الشاطر في الليزر ما هم كثيرين جدا، فهم يعني عدد قليل جدا في السعودية اللي قادرين يشتغلوا بالليزر على الأسنان، فحتى لو موجود الجهاز يبقى من الطبيب اللي فاهم ويعرف يشتغل بالجهاز. نعم. الآن في الحديث عن التقنية الأخرى اللي يعني ما بين الفاصل أنا شايفك أنك معجب ومبهر فيها، ألا وهي المايكروسكوب. هذه التقنية وش هي وليش تستخدمها؟ المايكروسكوب يكبر لي السن أو المكان اللي أنا قادر أعالجه أو التسوس ده شيء مثلا يكبر لي هو 20 مرة. هذا الشيء بيخليني قادر أشوف الحواف للتسوس أو القنوات، أو قادر أن أنا أعمل علاج عصب بأنه النقطة البسيطة اللي ممكن أنت ما تشوفها أنا أشوفها كبيرة جدا قد الاستوديو هذا. تخيل يعني هي تفيدك الآن، بتفيد المراجع أنه هو بياخد أدق علاج، أكثر جودة مو طبيعية، قادر أعالجه بطريقة هو شايفها، المراجع قاعد يتفرج على علاجه وأنا بيشوف العلاج اللي أنا قاعد أعالجه هو، وقاعد يشوف الجودة في العلاج أمامه. فكر زمان أنك أنت تفتح فمك عند دكتور ويعالجك الدكتور بأي إجراء وتخرج تدفع القيمة اللي أنت تعالجت بيها، المفروض في أغلب العيادات عندنا في السعودية تقريبا اختلف، تقريبا يعني ما حنقول الكل ولكن تقريبا اختلف، إلى أنك كمراجع قاعد تشوف كل إجراءك الطبي بنفسك وبعينك عشان تقدر تقدر هل هذا الإجراء كان صحيح أو لا. نعم. أخيرا بحكم ضيق وقت الحلقة يعني عندنا مواضيع باقي ممكن ما اتطرقنا لها، لكن إن شاء الله يكون لنا حلقات قادمة بإذن الله معك. أخيرا بختم معك في جزئية يعني إحنا قد تكلمنا عليها لكن أنا ودي نركز عليها، اللي هو جانب إيش العناية المطلوبة منك. العناية، نتكلم عن العناية البسيطة المطلوبة منك كشخص عادي، كشخص بالغ أو طفل، عشان تقدر يعني تحصل على أسنان سليمة، أو يعني ما تحتاج إن يعني تزور الطبيب عشان تستخدم. لازم نزور، خلينا نكون متفقين الزيارة إن نعم. من 4 إلى 6 شهور لازم تزورني، هذا مختلف، ما ينفع انه انت ما تزور طبيب اسنان. يعني زي مراجعين بنشوفهم من 42 سنه اول مره يجيني، يا ليه يا راجل ليه كده متاخر. طيب خلينا نقول النصيحه بالنسبه للاطفال، انه اولا ذكرنا في الحلقه انه الابوين يساعدونا بانه نكون نحن الجانب المضيء وليس الجانب المخيف. واحد. اثنين، الأطفال يكبروا على استخدام الفرشة والمعجون. أما بالنسبة للبالغين والكبار، خلينا أقول إن أنت في 3 أشياء ما ينفع ما تستغنى عنها: فرشتك، معجونك، الخيط اللي أنت بتستخدمه ما بين الأسنان أو بدل الآن بالخيط المائي. ما ينفع إن أنت ما يكون في مكان يوميا في استخدامك، لازم يكون فرشة ومعجون وخيط. وياريت قبل ما تنام تبقى تسألني إيش الشيء طب اللي قبل ما أنام ضروري: الغسول والفرشة والمعجون. ليش؟ الغسول قادر يروح في جميع أجزاء الأسنان، الفرشة فقط بتنظف أنت سطح الأسنان، لكن الغسول قادر يروح في كل جزيئات الفم. نعم، لكن هل في عدد مرات يعني مرة مرتين ولا كل شخص يختلف؟ أنا عندي ما بقول بالمرات الكثير عشان ما نتعب يعني يقيل إنه هو بعد كل وجبة، وقيل إنه المفروض 3. أنا أقول إنك لازم أول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام، أول ما تصحى وقبل ما تنام، دول مهمين جدا. ما بعد كل وجبة هذا شيء يعني إذا قدرت، لأنه بحكم الشغل والعمل للأشخاص، لكن بعد ما تصحى من النوم وقبل ما تنام، فرشة، معجون، غسول، خيط مائي أو الخيط الأسنان اللي بيكون بديل مثلا للخيط المائي.
أخيرا أشكرك في تواجدك معنا وأيضا في شرحك، يعني شرحك سواء الصوتي وإن شاء الله يكون المرئي والمجسمات اللي يعني إن شاء الله أنها تكون تخفف من توتر أو خوف بعض المراجعين. فشكرا لك ولتواجدك معنا. شكرا لك يا هلا، وشكرا لوجودك، وشكرا للتوعية اللي قادرين نوصلها للناس من خلال إذاعة ألف ألف وبرنامجكم طبابة. الشكر لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كان في ضيافتنا دكتور محمود بخاري، طبيب أسنان وأخصائي تركيبات أسنان. أيضا هذه الحلقة إن شاء الله حتكون موجودة على اليوتيوب في قناة الإذاعة، وأشكر مصور هذه الحلقة عبد الرحمن فريد ومخرج هذه الحلقة رايد باراجي. كنت معكم أنا عبد الله العامري، وإلى لقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.